على مسافة 16 كيلومتر انطلقت أشغال الطريق السريع الجديد الذي سيساهم في التقليل من الازدحام المروري بالعاصمة. مشروع حيوي يمتد من بلدية العاشور نحو سيدي عبد الله على أن تكون له مداخل في العديد من البلديات المجاورة. من أهم أيضا المشاريع التي ستسمح بتخفيض الهام من الاكتظاظ التي تعرفه مختلف مناطق العاصمة، من بينها الطريق السريع الجنوبي، الطريق السريع أيضا الشرقي، وأيضا العديد من الطرقات داخل العاصمة، الطرقات الوطنية بما فيها الطريق الوطني رقم 11. اليوم نبدأ بهذا المشروع على بركة الله. النقطة المرورية السوداء على مستوى الطريق السريع الرابط بين بئر خادم وبئر مراد رايس هي الأخرى ستعرف حلا بفضل الطريق الجديد المحاذي لمحطة الحافلات الكبرى الجاري بها الأشغال. تعرفوا أن هذا الكارفور الكبير تاع لاكوت، هذه النقطة السوداء لابد من العمل عليها، وهذا المشروع جاء لكي يسهل حركة المرور بين الدار البيضاء وإلى غاية بن عكنون زيرالدا، وأيضا الطريق الوطني رقم 1 الذي يصل وسط الجزائر بالبوليدة وغيرها من الاتجاهات الأخرى. إن شاء الله المشروع يدوم 24 شهر. كل هذه المشاريع ستنجز بأياد جزائرية، شباب مكونون في مختلف مراكز التكوين سيتم توظيفهم ضمن شركات الإنجاز. سبق وأن قمنا باتفاقية مع المؤسسة الرائدة، شركة وطنية رائدة كوسيداغ. هذه الشراكة تسمح للمتربصين بالمساهمة سواء عن طريق التمهين أو عن طريق بعد تخرجهم اكتساب خبرة في مؤسساتنا الوطنية وفي إنجاز مشاريع مثل هذه. مشاريع كبرى لفك الخناق المروري على العاصمة، ويبقى احترام آجال انتهاء الأشغال أهم تحدي للشركات المكلفة بالإنجاز.